جديد يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم جميعا. وصلنا لفقره خطار، بخطار تحديدا اليوم بدنا نحكي عن لقاء مجموعه من الشباب العربي في العاصمه الاردنيه عمان، وهو لقاء شباب العواصم العربيه. طبعا هذا اللقاء كانت فعالياته تضم العديد من الشباب العربي ومشاركات من بعض الشباب كانوا مندوبين عن دولهم العربيه. تم هذا اللقاء طبعا كان بتنظيم من وزاره الشباب الاردنيه وبالتعاون مع جامعه الدول العربيه. راح يكون معنا اليوم داخل الاستديو تحديدا الشاب حمزة العنسي، راح نتحدث عن مشاركته في هذا اللقاء وتفاصيل عديدة. مساء الخير حمزة، واهلا وسهلا فيك في استراحة الظهيرة. يسعد مساكي آيات، سعيد جدا بعودتي مرة اخرى للحديث معك. اهلا وسهلا فيك، وتحياتي للاخوه المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك حمزه العنسي، هو من اليمن، ممثل الوفد اليمني خلينا نحكي في هذا الملتقى، وايضا مؤسس مبادره امان، وبالاضافه نائب رئيس برلمان شعب. اهلا وسهلا فيك حمزه مره اخرى، نورتنا. يعني بدي ابدا معك حول هذا اللقاء الشبابي لمجموعه من الشباب العربي. بدايه يعني اهداف هذا اللقاء. خليني أستغل أو أستثمر هذا اللقاء، أبعث ثلاث رسائل بعد إذنك آيات. الرسالة الأولى شكر لوزارة الشباب الأردنية وأيضا مديرية شباب العاصمة، نعم، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم الأكثر من رائع لهذا اللقاء. الرسالة الثانية هي رسالة سلام وحب وود للوفود العربية اللي كانت مشاركة معنا، الشباب العربي الرائع، نعم، لهم تحية من هذا المنبر. الرسالة الثالثة، بما أنه كنت ممثل الوفد اليمني، فبحب أهني أبناء بلدي اليمن السعيد بالعيد 58 لثورة أكتوبر لتحرير جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني. بالنسبة لهذا اللقاء، هو يأتي سنويا مثل ما تفضلت حضرتك، بتنظيم من وزارة الشباب الأردنية، مديرية شباب العاصمة تحديدا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية. له عدة أهداف، خلينا نقول هو تعليمي، هو سياحي أيضا. أيضا هذا اللقاء يناقش أهم القضايا التي تهم أوطاننا العربية بشكل عام، أو حتى القضايا العالمية. إضافة إلى ذلك، من أهدافه أيضا تعريف الوفود العربية والشباب العربي بالمواقع الأثرية داخل الأردن، وأيضا كيفية عمل مؤسسات المجتمع المحلي في بلد النشامى. نعم، يعني كان عنوان هذا اللقاء البيئة والصحة المجتمعية، أثر يعني هذا الشيء أو محور الحديث تتحدث حول البيئة والصحة المجتمعية في هذا اللقاء كان بماذا؟ طبعا عنوان اللقاء البيئة والصحة المجتمعية أتى من الوضع الجديد الذي أتى بعد جائحة كورونا. احنا بنعرف آيات بعد جائحة كورونا في واقع جديد تشكل، والعالم كله يتحدث في هذا الموضوع عن الصحة، عن البيئة، صحيح، وما إلى ذلك. فكان عنوان هذا اللقاء موفق نتيجة للواقع الجديد الذي تشكل بعد جائحة كورونا. إضافة إلى أنه بنعرف أنه الصحة المجتمعية هي بشكل أو بآخر تهتم بالصحة الجسدية، العقلية، حتى الثقافية والاجتماعية ونمو المجتمع في ظل هذا الإطار، ويستمر في هذا النمو نحو الازدهار. جميل جدا صراحة. يعني المشاركات العربية والوفود العربي كانت مشاركة، احكي لنا عن يعني دورهم في هذا اللقاء، وبالإضافة ما هي المحاور اللي تمركزت حولها في هذا اللقاء؟ طبعا كل الوفود كان لها دور فاعل ومؤثر، وكل وفد عربي شبابي قدم ورقة عمل عن تجاربهم في بلدانهم، عن دور الشباب في ظل جائحة كورونا، أيضا أوراق عمل إضافية عن محور اللقاء الذي كان البيئة والصحة المجتمعية. تبادلنا الخبرات وتناقلنا المعلومات واستفدنا من بعض، فبالإمكان أصبح عندنا تصور أنه ممكن نطبق تجارب بعض الدول العربية أيضا في بلدان أخرى وهكذا. جميل جدا. طيب يعني هذا اللقاء هو انتهى، يعني كانت مخرجاته خلينا نحكي بأنه هو أصلا ما كان الأول، هو 17 تقريبا، صحيح. يعني ما هي المخططات المقبلة للقاء القادم، وهل فعلا كان هناك فكر معين لاحظت راسخ في فكر الشباب العربي حول يعني خلينا نحكي واقع الشباب العربي، خصوصا بعد الخروج من جائحة، وبالإضافة الخطط والبرامج المتبعة في المستقبل القريب؟ خليني أبدأ من النقطة اللي تفضلت فيها آيات، أنه الفكر الشبابي العربي. نعم. دائما أنا في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة حكيت أنه ما يجمع الشباب العربي أكثر مما يفرقه، ودائما شعرنا أنه نوحد لا نفرق، نجمع صحيح، لا نشتت. الفكر الشبابي العربي فكر واعي
وفكر واعد وهادف جدا، فقط يحتاج إلى الاستثمار. هذا أمر. الأمر الثاني، أعتقد أنه مديرية شباب العاصمة أنهم سيستمرون في هذا اللقاء، لأنه فعلا مفعم بالحيوية، مفعم بالنشاط، مفعم خلينا نقول بالأخوة العربية التي تجدد الهوية العربية المشتركة. صحيح. وفي فحو حديثك أيضا آيات أنه في توصيات، طبعا خرج اللقاء في عدة توصيات بعد رفع برقية شكر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيضا الحكومة الأردنية والشعب الأردني، كان في عدة توصيات مهمة جدا. على رأس هذه التوصيات أنه يكون هنالك دراسة حقيقية وتقييم حقيقي لأهم المخاطر البيئية المحدقة في وطننا العربي. نعم. هذه من ضمن التوصيات. أيضا من ضمن التوصيات أنه تكون هنالك خارطة واضحة ومفهومة لأهم الثروات الطبيعية أيضا على الساحة أو الخريطة العربية، بالإضافة إلى رقمنة الأمور البيئية الخاصة في دولنا العربية ككل. جميل جدا صراحة. يعني بعد هذه المحاور وبعد هذه التوجهات اللي خرجتم بها من هذا اللقاء، يعني احكي لي عن، هل هناك كان في مخططات أو بعض مثلا خلينا نحكي المقترحات من الشباب حول ضرورة الحفاظ على الواقع البيئي في ظل الظروف اللي بنعيشها في الوقت الحالي؟ يعني أنت ذكرت أنه إحنا خصوصا بعد خروجنا من جائحة كورونا في متطلبات عديدة صارت لازم تكون موجودة في واقعنا، شو هي كانت مخرجات فكر الشباب العربي بعد هذه اللقاء أو هذا اللقاء؟ بكل تأكيد كان هنالك العديد من المقترحات. هذه المقترحات هي التي أدت بالنهاية إلى صياغة التوصيات اللي ذكرت بعضا منها قبل قليل. طبعا خصوصا الشباب انه كان الدينامو المحرك في ظل جائحة كورونا في مختلف المجالات، فبالتالي هو اكثر تشربا بهذه الأزمة وتعمقا مثلا من الفئات الاخرى، فكان لديهم تصورات عديدة انه للحفاظ على البيئة والصحة المجتمعية مستقبلا، وقدم اعتقد كل الوفود او اغلب الوفود قدمت اقتراحات، هذه الاقتراحات تم صياغتها بتوصيات ومن ثم سيتم رفعها لجامعة الدول العربية حتى تؤخذ في عين الاعتبار ويتم تطبيقها. الأمر الآخر خلينا نقول غير التوصيات، أنه صار في مناقشات ما بين الشباب العربي في أهمية عمل مبادرات تخص البيئة وتخص الصحة المجتمعية، بحيث أنه يستمر فحوى أو تأثير هذا اللقاء فيما بعد أو في أقل ما فيها على المدى القليل القادم. نعم. يعني أنت حمزة مؤسس مبادرة أمان، وبالإضافة عضو فاعل صراحة بأعمال تطوعية كثيرة، حابة أعرف منك هل الجانب البيئي يعني ماخذ حقه في هذه المبادرات، يعني كتوعوي كجانب توعوي تحفيزي للعديد من الأشخاص في المجتمعات، أم أنه بتحس أنه وجود الشباب في الأعمال التطوعية بعيد عن الجانب البيئي؟ جميل جدا السؤال. طبعا خلينا نقول آيات المبادرة، مبادرة أمان هي بنيت على مبادرة تدريبية توعوية تخص العنف المبني على النوع الاجتماعي وبناء قدرات الشباب. لو جينا في الحقيقة لا نستطيع أن نفصل أي عمل أو أي مبادرة عن البيئة وعن المحيط إطلاقا. صحيح. فبالتالي الصحة المجتمعية لا يقصد فيها فقط صحة الجسد، بل مثل ما تطرقنا صحة العقل، أيضا النمو الفكري، الثقافي، الاجتماعي. حتى هذه كانت أولى التوصيات، أنه لابد في توصيات اللقاء أن نربط ما بين الصحة وما بين البيئة وما بين المجتمع. فبالتالي قد لا تكون بشكل مباشر أن هنالك في هذه المبادرة، أنا أتحدث عن مبادرة أمان، أن هنالك أهداف تخص البيئة، ولكن في الفحوى الأخير والتأثير أنه نجد أنه في معية الأهداف الموجودة داخل المبادرة قد تخدم البيئة بشكل أو بآخر اجتماعيا أو ثقافيا. وهنا خليني أشير إلى شغلة مهمة جدا، أنه لازم أنه نتخصص خصوصا في المبادرات البيئية بشكل كبير، لأنه نعرف تعقيدات البيئة وتراكمات البيئة في ظل الأزمات التي تواجهها البيئة، المناخ وما إلى ذلك. صحيح. وارتفاع درجات الحرارة أحيانا في مناطق أكثر من من الواقع الذي كنا نعرفه قبل سنتين أو ثلاث أو أربع وما إلى ذلك. هذا كله بيدفعنا برغبة كبيرة إلى أنه نخصص مبادرات معينة تخدم البيئة وتؤطر هذه المفاهيم الخاصة فيها. نعم، جميل جدا. يعني قبل ما نختم معك حمزة، حاب هيك توجه رسالة لكل الشباب العربي اللي بيتابعنا الآن. الجهود المطلوبة من الشباب العربي كونه أنه محور هذا اللقاء كان الحفاظ على الصحة المجتمعية والبيئية، كيف ممكن فعلا إحنا نقوم بهذا الدور كشباب عربي ويكون راسخ دوره بشكل واضح أكثر؟ طبعا آيات مثل ما حكيت، الشباب العربي الشباب واعد. نعم. هذا أمر مهم.
اللي حابب أوصل للشباب العربي أنه لا تتحكم فيكم الروح السلبية أو الإحباط أو اليأس. نعم. نحن نعرف الظروف قد تكون صعبة أو قد لا تساعدنا في كثير من الأحيان، صحيح. ولكن هذا لا يمنع أن يضع الشباب العربي بصمته الإيجابية، هذا لا يمنع أن يهتم الشباب العربي في تطوير ذاته أولا، في المشاركة بالأعمال التطوعية ثانيا، في صحيح. استغلال الفرص، وهذا كله بيعود بالنفع على البيئة، لأنه البيئة بشكل أو بآخر هي المحيط الذي نعيش فيه ونتفاعل فيه سواء إيجابا أو سلبا. النصيحة الأخرى أنه لا، ابدأوا من الآن، ابدأ من الآن في صقل شخصيتك، في التطوير. ما في لحظة اسمها مثالي لما تجي اللحظة المثالي وراح أبلش، لا، اعتبر كل الوقت هو اللحظة المثالي، لأنك لا تدري هل هنالك غدا أم لا. والشباب العربي قادر، وأعتقد خلال السنوات القادمة سيكون له بصمة إيجابية بشكل كبير في أوطاننا العربية، وهذا ما نأمله. وأتمنى من صناع القرار أن يهتموا بشريحة الشباب وأن يعطوها حقها. جميل جدا صراحة، يعني فكر شبابي جميل، ومتمنى كل الشباب العربي يكون عنده هذه الهمة العالية مثلك حمزة. نورتنا وسعيدين جدا بوجودك معنا، كل أمنيات التوفيق لكم وأيضا لكل الشباب العربي اللي له مساهمات فاعلة في المجتمع. حمزة العنسي نورتنا لليوم، مؤسس مبادرة أمان وأيضا عضو في برلمان شعب، كل الشكر لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك آيات، ودمتم ودامت الأوطان بخير. الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك.